السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في درس جديد. نتابعوا لا راديو اكتيفيتي، الفيديو رقم 1. بدينا لا راديو اكتيفيتي ودرنا واحد لانتروداكسيون، درنا لا ديفينيسيون ديال لا راديو اكتيفيتي، وقلنا بانه سي اون ترانسفورماسيون نيوكليير اللي من خلاله النواه اللي كتكون انستابل يعني راديو اكتيف تخلص من بعض الطاقه او لا من بعض لا ماتير. اليوم غادي نناقشوا لي تيب دي راديو اكتيفيتي سويفون، اشنو فقدت او مناش تخلصات هاد لو نوايو. اولا بغيت نذكرك هادي مثلا نوايو كتكون من دي بروتون اي دي نوترون. هاد لي بروتون لي نوترون كنسميوهم دي نوكليون، اللي تسمى نوكليون يقدر يكون بروتون يقدر يكون نوترون. لو نوايو ديال واحد ليليمون كيما بغا يكون ان ليليمون شيميك اكس، كنرمزو ليها بهاد الرمز ا زين. هنا إكس هو لو سامبول ديال ليليمون شيميك باغ إكزومبل سي الكربون. هاد ليليمون باغ إكزومبل ديال الكربون يمكن نلقاوه مثلا في لو شاربون، الفح كربون عبارة عن ذرات ديال الكربون، يمكن نلقاوه في ثنائي أكسيد الكربون وخا هو غاز كنلقاو فيه ليليمون كربون. في جوج الحالات كاين فيهم الكربون وكاين فيه لو نوايو دي كاربون. هادشي علاش كنهضر هنايا على ليليمون شيميك. لو نوايو هي هذا لو سامبول ديال ليليمون، باش نحن نبينو لو نوايو كنكتبو هنا واحد العدد هنايا، هاد العدد هو لو نومبر دي نيكليون. إلا كانوا 12 كنكتب هنايا 12، إذا 12 هنا غتكون المجموع ديالهم المجموع السالب. يقدر يكون واحد منهم عادي خمسة والآخر ثمانية، المهم المجموع يكون 12. غنشوفو هادشي كذلك بتفصيل. بينما الزيت كتعرفو مزيان سي لو نيميرو اتوميك، وشنو كيعني؟ هو العدد ديال البروتونات، كنركز مزيان، العدد ديال البروتونات اللي كاينين في النواة، اللي كاينين في النواة. مثلا إلا فيه ستة نديرو ستة، ولي خصك تعرف بأن هاد العدد هذا هو اللي كيميز ليليمون شيمي. إلا تغير هذا غيتغير هذا، مثلا بالنسبه للازوت ان سبعه، ما يمكنش تلقى شي كربون اخر عنده سبعه ديال البروتونات، ما يمكنش ابدا. اذا كنقولوا بان النيميرو اتوميك او لو نومبر دو بروتون كاركتيريز ليليمون شيميك. اذا هنا زاد سي لو نومبر دي بروتون، دونك لو نوايو دون لو نوايو ديال ليليمون شيميك. ا سي لو نومبر دي نيكليون، او بيان سور كنعرفو بان لو نومبر دي نيكليون اشنو هو؟ هذا هو لو نومبر دي بروتون، بروتون بليس لو نومبر دي نوترون، لو نومبر دي نوترون، عدد النوترونات اللي معروفة كنكتبوها ب ا إيكال ا زد بليس ان، اي اون بو إيكخيغ كو لو نومبر دي نوترون سي ا موان زد. دونك إلا طلبو منك تعطيهم لا كومبوزيسيون دي نوايو دان ليمون شيمي، اشنو خصك تعطي؟ خصك تعطيهم عدد البروتونات وتعطيهم عدد النوترونات، يعني تعطيهم زد وتعطيهم ان. اذا نرجعو للموضوع ديالنا بعد هذا التدبير هذا البسيط، نتمنى انك تكون استوعبتي. نرجعو لهنايا، قلنا بان لو نوايو كتكون انستاب راديو اكتيف، دونك غنسيبوزو بان هادي هي راديو اكتيف، ماشي كلشي اللي يكون راديو اكتيف، ماشي جميع لي نوايو، سيتادير اللي كانستاب ستكون بعدا انستاب، دونك غتخلص يا يعني اما تخلص من لا ماتير ولا تخلص من لينيرجي. بالنسبة ملي كتخلص من لينيرجي غنخليوها حتى لخر، هي هادي اللي غنديرو هنايا، ثم الاخرين غادي نناقشوهم هنايا. غير بالمنطق وبالعقل كاين ثلاثة ديال الحالات. الحالة الأولى هو ملي كتكون لو نوايو فيها بزاف ديال البروتونات والنوترونات، يعني فيها واحد العدد كبير من لي نوترون، كنقولو بأنها سي تان نوايو لوغ، ثقيلة لوغ. إذا بالنسبة لهذا النوع هذا فهي كتخلص من النوترونات وكتخلص من البروتون من البروتونات، كتحيدهم عليها باش تولي مرتاحة. إذا هنا رد معايا البال مزيان، ملي غتفقد النوترونات والبروتون بطبيعة الحال ماشي غادي تلقى النوترونات يبقاو يدورو في ولا البروتونات يبقاو غاديين هكداك، بحال كيما كنا كنقولو بالنسبة لوكسيدو غيدي غيديكسيون، واحد الكوبل ما يمكنش تفقد الإلكترون إلا ما كايناش كوبل أخرى اللي غادي تا
تاخذ غير هنايا لا ماشي هادشي اللي كيوقع. فكيفاش واحد العدد معين ديال النوترونات وواحد العدد محدد ديال البروتونات اللي كيعطينا واحد لو نويو جديده ديال شي حاجه اخرى اللي هي مختلفه على ديال الاب ديالها اللي هو النويو بير منجل. دونك في هذه الحاله هذه في الواقع كيخرجوا جوج ديال البروتونات وجوج ديال النوترونات، سيتادير كيخرجوا اربعه ديال لينيكليون. اذا في هذه الحاله هذه في نظرك هاد لابارتيكول هذه اللي غادي تكون كتحتوي على هذا العدد هذا يمكن لينا ما كنعرفوهاش دابا، غنسميوها مثلا الفا وكنسميوها بارتيكول معروفه بارتيكول الفا بارتيكول الفا. هذا هو الرمز ديالها بحال هذا اكس هذا هو اللي كتبت هنايا. قلنا بان جوج ديال البروتونات والبروتونات كتميز ليليمون شيميك، دونك هنايا اشنو غادي نديرو نكتبو فيه جوج على هنا ثم لو نومبر توتال دي نيكليون اللي هو ا نكتبو هنا اربعه. قلت لكم من قبل بان هذا النومبر هذا كيميز ليليمون شيميك، الا بغيتي تعرف شكون هو هذا ليليمون شيميك يكفيك انك تمشي للطابلو تقلب على هذا ليليمون اللي لو نيميرو اتوميك ديالو ولا عدد البروتونات ديالو هو جوج. اذا مشيتي ليها غتلقى بانها سيتا نويو ديليوم هيليوم غاز الهيليوم نويو ديالو فيها اربعه ديال لينيكليون وفيها جوج ديال البروتونات سيتادير اربعه ناقص جوج طبقنا ديك العلاقه ليها غتعطينا جوج ديال النوترونات. اذا هنا في هذه الحاله هذه كانت عندنا اكس ا زي هذه يا نويو راديواكتيف يعني مثلا هي هذه تحولات transformation nucléaire اللي هو الفا سيتادير كاين ايميسيون دون بارتيكول الفا دونك هادي هاد النويو هادي كتلوح واحد لابارتيكول كتخرجها جديدة كنسميوها لابارتيكول الفا وبطبيعة الحال غتعطينا واحد النويو جديدة غتحول واحد النويو جديدة وغتيجيكتي لينا هادي اللي سميناها النويو ديليو كاتر دو. الوغ هنايا بالنسبة للنويو واش غتحول غتبقى داكشي اللي غيبقى واش غتبقى باقي هي اكس هي ليليمون اكس شوفوا باش نعرفوا نشوفوا شحال علاش غادي تحتوي نشوفوا ا بريم ديالها و زد بريم ديالها. ما بغيتش نكتبها دابا ما بغيتش نكتب لو سامبل ديالها حتى نتحقق بانه راه كيختلف على اكس. بحال مثلا التحولات الفيزيائية في التحول الفيزيائي كيكون هناك واحد القانون اللي هو انحفاض النوع الكيميائي عندك الماء من قبل ملي كيكون صلب ملي غيتحول لسائل تحول فيزيائي غادي يبقى هو ما فيه جزيئات الماء. اذا هناك انحفاض ديال النوع الكيميائي، اذا ما كانش انحفاض ديال النوع الكيميائي راه هو شي تحول اخر هذا يقدر يكون تحول كيميائي. حتى التحول الكيميائي حتى هو عنده قوانين لا شيء يفقد ولا شيء يضاف اللي كنسميو انحفاض الذرات نوعا وعددا يعني انحفاض العنصر الكيمياء الكيميائي. هنا غادي في التحولات النوويه كذلك كاين واحد القوانين كتسميهم قوانين سودي هذه القوانين كتسمى قوانين الانحفاض دي لوا دو كونسيرفاسيون ديال لوا دو سودي. هاد لا لوا شنو تيقول لنا لوا دو سودي او بيان لوا دو كونسيرفاسيون حتى الا قيدي لوا دو كونسيرفاسيون راه تابعه تيقول لنا كاين انحفاض ديال عدد الإجمالي النوويات قبل التفاعل أو قبل التحول عندك 20 من هادو المجموع ديالهم 20 فمن بعد غيبقاو 20 النومبر توتال ديالهم أ غيبقى كونسيرفاسيون دونك أ غيست كونسبون مشونج با توتال غنهضر على توتال قابلة وباعدة ثم كذلك كيكون انحفاض ديال لاشارج إلكتريك وشكون اللي تحمل لاشارج ديال هما لي بروتون يعني انحفاض ديال عدد زد اذا زد هو كيبقى كونستون. كاين جوج اخرين كذلك اللي هو انحفاض الطاقة الإجمالية او كذلك انحفاض كمية الحركة او لا كونتيتي دو موفمون مهضروش عليهم كيهمنا هما هاد الجوج هادو. إلا شفنا هنايا هنا عندنا أربعة وهنا عندنا أ دونك هذا اللي هنايا شحال غيكون أ نقصو منو أربعة غيولي عندو أ إذا إلا عرفت أ نعرف هذا نقص منو أربعة وغنلقى هذا. كذلك هنا زد عندي هنا جوج إذا هنايا زد إذا هاد زد بريم غادي يكون هو زد نقص منو جوج إذا نقصت من هنا جوج وهنا نقصت منو أربعة
شويه ما درتش مزيان في التسميع. اذا في نظرك انت واش هذا غادي يبقى اكس نفس الواليو؟ نو ما غيبقاش، حيت باش يبقى خص يكون عنده نفس زد. اذا هنا هادشي علاش كنستعملو واحد النوتاسيون اخرى كنستعملو ايكغيك، هادي كنسميوها نوايو فيس وهادي هي نوايو باغ. اذا كنتمنى دونك ملي تبغي تكتب المعادلة ديال واحد التحول كيميائي ما تنساش انك تستعمل لا لوا دو سودي، ومن بعد ملي تعرف النوايو فيس انطلاقا من تحديد لو نيميرو اتوميك ديالها غتمشي للجدول وغتلقى في الاسم ديالها. اذا هذا كنسميوه تيب الاول، هذا ديال لا راديو اكتيفيتي الفا. كاين الحاله الثانيه، الحاله الثانيه هو يا اما يكونوا كثار البروتونات ويا اما واخا تكون خفيفه ويكونوا نوترون او لا عفوا او لا يكونوا النوترونات هما اللي كثار على حسب الحاله. اذا كانوا كثار البروتونات خصهم يغبروا، كانوا كثار النوترونات خصهم يغبروا. هنايا كيوقع تحول، هنا كتكون كذلك تخلص من واحد لابارتيكول، هاد لابارتيكول كنسميوها بارتيكول بيتا، وعندنا منها جوج، إما بيتا موان ولا بيتا بلوس، زربت وكتبتهم دابا دونك أنا لما باش نحفظهم حتى نستنتجوهم بالأحسن. وهي جوج الأنواع على حساب إلا كان أننا تخلصت لنوايو من لي بروتون، دونك هنا غتعطينا واحد لابارتيكول، دونك ستخلص من لاشارج، باش تخلص من البروتون ستخلص من لاشارج، وهاد لاشارج ملي غتخلص غتكون شارج بوزيتيف، لأن لي بروتون هما لي كتار. هاد لابارتيكول هادي عندها واحد لاشارج بوزيتيف، نكتبوها هكا وكنسميوها بوزيتون، هادي لي كنسميوها بيتا بلوس. إذا هذا فهو ترانسفورماسيون بيتا بلوس. شكون كيوقع هنا في هاد الحالة؟ قلنا كيختفي البروتون في البروتون، ففي الواقع لواحد البروتون كيتحول نوترون زائد هاد لابارتيكول هادي لي كنسميوها البوزيتون. إذا بينما في الحالة الثانية هادي هنا قلنا لي بروتون، دونك هنا عندنا واحد ليكسي دو بروتون، واخا ان ليكسي دو بروتون، دونك كاين بزاف ديال لي بروتون مقارنة مع لي نوترون. هنايا كاين العكس، ليكسي هو ديال لي نوترون، دونك هنا عندنا ليكسي دو نوترون، ليكسي دو نوترون بطبيعة الحال في هاد الحالة هادي الشارج اللي غادي تكون، دونك غادي يكون عندنا واحد النوترون غادي تحول في الحالة هادي للبروتون، وغتبان واحد لاشارج بوزيتيف جديدة. إذا في هاد الحالة هادي خص تخرج واحد لاشارج نيجاتيف اللي هو واحد ليلي واحد ليليكترون، هذا كنسميوه إليكترون. إذا إليكترون دونك لابارتيكول هنا سي إليكترون، لابارتيكول هنا سي البوزيتون، دونك كنسميوه البوزيتون. دونك هنايا غادي يكون عندنا بلوس موان زاد. إذا ملي كيتكون عندنا واحد البروفيل تحول نوترون والبروتون كتزاد واحد لاشارج بوزيتيف وكتخرج واحد لاشارج نيجاتيف اللي هي الإليكترون، قلنا هذا كنسميوه إليكترون. وبنفس الطريقة ممكن نكتبو كذلك بيان سيغ هاد ليكواس هاد ليكواسيون هادي. دونك هنا غتكون عندنا إكس أ زاد غادي تحول بطبيعة الحال غتعطينا أن بوزيترون بلوس، دونك هنا غادي تكون واحد النوايو إيكغيك، دونك هنا غادي يكون سي زاد موان زان، أو هنايا غادي يكون سي أ، غادي يقع عليه حتى شي تغيير، لأنو غدر توتال، دونك أ لأن هاد عطينا أ، غادي تخيكال أ بلوس زيد زيرو أ إيكال أ، دونك إليا كونسيرفاسيون. هنا غيكون زيد موان زان بلوس أن، دونك سا سخا زيد، دونك كونسيرفاسيون دو زيد. بالنسبة لهذا دونك سا سخا إكس أ زيد، دونك هذا بيتا بلوس، غادي نكتبوها. بالنسبة لهذا سي بيتا موان، بيتا موان، ألوغ في هاد الحالة هادي ميم شوز، إيكغيك بلوس أن إليكترون موان، دونك هنا غادي يكون عندنا زيد. دونك هنا خصو يكون زيد بلوس أن، داك زيد لهنا ديك اللي غتكون هنا غتكون عندها زيد بلوس بلوس أن، وهادي ديما غتبقى أ. دونك هادي سي ليكواسيون نوكليير ديال أون ترانسفورماسيون بيان دو راديواكتيفيتي بيتا موان. بطبيعة الحال هنا واحد الإشارة، بطبيعة الحال هادي كنسميوها
سي لا ماتيير ايلونتي ايلونتي ماتيير اللي كيتلاقى هذا مع هذا كيختفي وكيتحولوا لواحد لينير لينيرجي كنقولوا السنيل في واحد اشنو سنيل ما عرفتش نطقطها مزيان ولا ما نطقطهاش مزيان على اي ننتقلوا للحاله الاخيره بعض الاحيان ملي كيوقعوا هادو هاد لي ترانسفورماسيون هادو كلهم اللي كتكون لا ماتيير لونوايو اللي كتبان لينا في النتيجه هاد لونوايو فيس كتكون عندها واحد ديكسي ديال الطاقه دونك كنقولوا بانها دون زان ايطا اكسي تي سي ان ايطا ايطا اكسي تي دونك بطبيعه الحال اذا كانت واحد ليطا اكسي تي ما تكونش مرتاحه دونك ترجع لواحد ليطا تخلص من هذيك لينير لينيرجي دونك هنا كتخلص فيها عن طريق لي فوتون كنسميهم لي فوتون دي بارتيكول كنسميهم دي فوتون لي غنديرهم غاما زيرو زيد زيرو دونك في هذه الحاله هذه كتكون عندنا لو نوايو اللي كتكون مثلا بحال هذه مثلا خرجت فواحد ليطا اكسي تي كندير واحد النجيمه بحال هكا دونك هذه مثلا الا كانت مثلا عندنا باش بغيت نعطيكم 200 دونك ا زيد ا ناخذ اكس ورو صافي دونك اكس دون زان ايطا اكسي اكسي تي كتوقع علينا اون ترانسفورم يعني اون ديزانتيغراسيون ديال راديو اكتيفيتي نورمالمون هادي ماشي راديو اكتيفيتي بحال هاد الاخرين يعني بغينا نسميوها ديزيكسيتاسيون ديزيكسيتاسيون يعني تتخلص من هاديك ديكسيتاسيون ديالها او بيان سيغ هنايا غيبقى عندنا اكس ا زيد غتولي هادي بلو plus stable ou bien sûr à l'état de trois de l'oreillement gamma conservation d'ina dernière gamma 0,0 donc z plus 0,6 z a donc conservation de la charge et du nombre des protons donc à t'mena انك استفدتي وفهمتي كيفاش تبقى تعقل عليهم بلا ما تحفظ بلا ما تحفظهم ولكن خصك تكون ضغط مسيلك في دماغك غنستمروا في الحديث على هاد لي راديو اكتيفيتي وفي الحصه في الفيديو الجاي غنهضر على واحد الديبا كيتسمى الديغرام زيد ان هذا باين بان الزيد غيكون على محور الافاصيل وان غادي تكون على محور الاراتيب وغيكون عندي واحد التمثيل نيبي يعني كنسميوه ان ديغرام مخطط اذا في الحصه المقبله ان شاء الله غنهضروا على الديغرام زيد ان ما تنسى الاشتراك لا تنسى الدعاء لا تنسى تشجعنا بمشاركة المحتوى وما تنسى تقول لنا الرأي ديالك فهادشي اللي كتقاسمو معاك واش مفيد ولا غير مفيد ولا غير كنعيرو صحنايا السلام عليكم تحية للجميع.